سيادة اللواء، كلمنا من 47 سنة في اللحظة دي زي دلوقتي. أيوة. كنت فين؟ اللحظة دي آه لا كنت في القاهرة. حلو. هنكدف الجاب انا اصلا كنت قائد، احنا بنقول قائد مجموعه الصاعقه. يعني تقول لنا ايه انا كنت قائد المجموعه اسمه ايه دوا صاعقه وغمساتك احتياطي قياده عامه. قياده عامه. نعم. تمام. فكان قبل كده طلعنا كتيبه اسمها 183 صاعقه. يعني اكبر خسائر في القوات المسلحه، اعظم انتاج في القوات المسلحه. دي نسبه 3 هليكوبتر، 24 طياره هليكوبتر. مش عايزين نتكلم على الـ الـ على الـ الخسائر والكلام ده كله. انما دي كان يمكن السبب الرئيسي لنجاح عمليه العبور. وانا حبيت حضرتك تعرف ليه. نتكلم بعدين. لا يعني دول بيسبق بيطلعوا الاول. دول قبل الحرب. قبل الحرب. يعني الكلام ده كان يعني كان يوم 5 نهار حاجه زي كده، 5 اكتوبر. ايوه. خدوا طلعت الكتيبه ده. على مطارين من في وبعدين طلعوا هناك بطيارات الهليكوبتر. ايوه. نزلوا الكتيبه عدا سريه في حته اسمها الطاسه. وبسدك دي 50 كيلو من الاسماعيليه. على اهم طريق في سيناء اللي هو الطريق الاوسط. ده الموجود الرئيسي بتاعه. نعم. وسير ينزل على الساحل الشمالي. نعم. لعلمك بالنسبه للقوات المسلحه ككل برضه في كتيبه نزلت ابرار جوي تاني في اظن كانت 143 او 43. نعم. نزلت بس ناحيه الناحيه الثانيه ناحيه متله. نعم. تمام. متله. ايوه. ايوه. بزادة. الناس دي عشان اصلا بتروح هناك عشان تنزل، يعني الحرب ابتدت بعد ساعه كذا، يبقى هم اصلا موجودين، هيطلع في الطيارات ينزل يبر في العمق دفاعات العدو. نعم. المهمه بتاعته الاساسيه ان هو بالنسبه لينا احنا على مجموعتنا. ايوه. الصفيد ولا قصر؟ لا الصفيد. الصفيد. انا طيب. عايز الناس عملنا ايه؟ عايزين نسمع. طيب. هو كان العدو الاسرائيلي كان عامل مجموعه من النقط القويه. وبسادتك نقاط قويه. نقاط قويه. نقاط قويه قالوا 32 او 36 او 38، ده حسب الاختلاف. النقطه القويه تبقى جزئين او جزء. تمام. ده على طول القناه. ده خطته في الدفاع اساسا، ده كان موجود فيه حوالي 1000 جندي بس، ودول منهمش قيمه يعني. كان ابيض 1000 يعني ايه الكلام ده. وراهم على طول في كتايب مساعده ليهم، مساعده ليهم. كتايب دبابات. انما الاحتياطي الاساسي ده جوه في عمق بتاع سينا في 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 المطار بتاعنا اللي هو المطار، يعني في العمق جوه. نعم. تمام. الخطة بتاعتهم بالنسبة لينا هم احنا لنا خطة هجومية وهم لهم خطة دفاعية. نعم. الخطة الدفاعية بتاعتهم ان النقطة القوية ده اهي بتستحمل أي قنبلة أيا كان نوعها. ما يتأثرش على جواها. أي قنبلة. يعني 10,000 لطر. كلمة بتخوف يعني. لا دي ما تعملش فيهم حاجة برضه. ليه؟ قضبان سكة حديد وعليها زلط ورمل وحاجات زي اللي كانت في عيون موسى. زي كانت في عيون موسى كل حتة. كل حتة ده. دي هم تنفسكوا كده. نعم. وبساتك. فهم دول الناس دي موجوده بحيث ان هو طيران يضربه ومدفع يضربه ما بيأثرش. وفعلا ما حصلش فيهم خسائر معظمهم يعني. دي اللي هو الحد الامامي، وكان بيننا وبينهم كانوا يعني جنودنا موجودين وجنودنا الناحيه الثانيه بعد قدام قناه سنوات. نعم. واخد بالك يعني يشتموا بعض وحاجات زي كده. وبسالتك تعلموا عربي كتير يعني. وبسالتك ورا الاوتيل وحاجات كتير كتير دبابات. وبعد كده دبابات التانيين بقى في العمق وخمسات دول هيجوا ليه؟ ده جاي اساسا معظمهم من اسرائيل، هم حاطين الدبابات وسلاحها ومسكره وكل حاجه وبيتحركوا يخشوا ده. الحته اللي ما يعرفهاش الا العسكريين العواجيز قوي 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 وسطك جدا يعني. تمام. ان الدبابه ما يوقفهاش غير دبابه. الدبابه يوقفها دبابه. احنا دمر دبابات. يا الراجل ده دمر دبابات يعني. بيدمر دبابات وسطك. الدبابة طبعا تمام بس ضربوا ار بي جي. انما في الاخر في حرب لا يعني مسحة دبابات كتيره ما ينفعش امثال الراجل ده من دبابات 100 دبابه في اللي هو مدرع اساسا اللي هو مدرع تاني نفس الكلام ده كله. الدبابات ده اهي عشان تعدي وباحتك لابد تعدي على كوبري. يتعمل لها كوبري. نعم.
ممكن فعلا في حاجات دبابه بتظهر على حاجه اسمها طوف بيجروا لانشين وناحيه الكلام ده بتتكلم كلام فارغ. بالنسبه لنا لابد الكوبري ما تقدرش تعدي اللي انت عايزه لابد الكوبري. تمام. هم معتمدين على الخطه بتاعتهم ان الناس دي هي اللي هي على الخط الاول هيشتبكوا معانا واحنا بنعبر. نعم. وبعدين لغايه ما تيجي الدبابات القريبه وبعدين الدبابات البعيده. لحظه انا بحرت شويه في الكلام العسكري يمكن خد كده تقيل بالنسبه ليك او لل لا لا انا عايز المشاهد بس يعني وحضرتك نقول له الرساله اللي توصل له. ايوه اتفضل. هبسطها برضه قدر الامكان. اتفضل يا فندم. بيجي بعد كده الاحتياطي يتحرك. الاحتياطي ده بقى لواءات مدرعه مش لواءات لواءات مدرعه. واخد بالك بيكركوا من الخلف واخد بالك بيجوا على الطريق الاوسط اساسا. واخد بالك اللي فيه الصعقه موجوده اللي فيه الصعقه موجوده. واخد بالك لو دبابه وصلت لخط القناه دباب واحد واذا خدناه مش حن... مش الكوبري مش هيتعمل. لو دباب واحده هيقدر تضرب الكوبري ما اقدرش اعمل الكباري ولا كوبري خلاص تاني. وبالتالي ما اقدرش اعدي الدبابات وبالتالي الخطه تفشل. الناس بتشوف انت بتاع هوب هوب ده عيله بره بيعدي. نعم. لما حرب ضروس كبيره عشان نرمي الجيش الاسرائيلي بره سينا. نعم. لا ده لابد يبقى فيه خطه طويله جدا تدي بمدفعيه وطيران ومش عارف ايه وايه وايه واساسا نمنع الدبابات بتاعتهم توصل لغايه ما نعمل الكلام. الصعقه رجال الصعقه اللي راحوا هناك دول منعوا تقدم دبابات بتاعتهم. بالظبط كده. تمام. برضو الصعقه حضرتك كان في التخطيط بتاعنا مفيش اسرار دلوقتي طبعا عسكريه. نعم. بذاتك في حاطين مجموعه صاخه زي المجموعه اللي معايا في الجيش الثاني ومجموعه في الجيش الثالث ومجموعه في البحر الاحمر. نعم. تمام. وظيفتهم كانت ايه تفتكر حضرتك؟ وظيفه شغالين بقى مع الجيش. مع الجيش. كل واحد له اربع كتايب. وظيفتهم اساسا برضو كان وظيفتهم ان ده بقى بيعبر واخد بالك بالقارب ده ويعدي بين النقط القويه ما يهاجمش نقط قويه ويروح حفر الدبابات اللي احنا شايفينها الاسرائيليه اللي هتيجي ويحتلها ولم يضربوه.